يا مساء الفل على كل بيشوفونا على شاشة سي بي سي 2. مساء الخير يا رمضان وفقرة المسابقات زي كل يوم 30 يوم في رمضان هنكون معاكم. سالي عبد السلام وباسم كامل، مساء الخير عليك يا باسم. مساء الفل عليك يا سالي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. شكلك حلو جدا النهارده. شكلك حلو جدا انا النهارده عشان ثقتي بنفسي قليله. لا لا بالعكس، حاسه فستان رمضاني قوي. حلو جو رمضان حلو يعني. طب الحمد لله. عامه انا عايزه امسي على كل المشاهدين. ما حدش قال لي في الكرو يا باسم ان انا شكلي حلو، كلهم بس عمالين يقولوا باسم باسم. اهي قمر بدأوا قمر قالوا لك اهو قالوا لك اهو. لا استنى لازم اعمل قلب المحمود عشان انا وعدته محمود مساعد المخرج. قلوب كتير ليكوا كلكوا انت لا. مساء الفل عامه على كل مشاهدين سي بي سي 2، رجعنا لكم في يوم جديد وساعة جديدة مسابقة جديدة، وعايزين النهاردة كل الناس يحاولوا يكلمونا عشان احنا النهاردة هنتكلم عن مسلسل مهم جدا، مسلسل كل الناس بتتفرج عليه، ومسلسل كل الناس تقريبا عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية، وده هيبقى سؤالنا النهاردة. بس قبل ما نقول اي حاجة عن المسلسل، انا بس عايز اقول لك ان النهارده في حلم من احلام حياتي اتحقق. اتصورت مع بوجي وطمطم. اتصورت مع بوجي وطمطم. انا لقيت واحد وحياه ربنا مش مصدق داخل جري، سالي انا حلم من احلام حياتي اتحقق. فبقول له فيه يا باسم، وداخل ماسك حاجته يعني وهدومه وماسك النسكافيه، داخل يعني مبهدل بكل حاجه. انا اتصورت مع بوجي وطمطم. بجد يا باسم؟ ايه ده، هو انت ما اتصورتيش؟ لا يا باسم ما اتصورتيش. لا فعلا ما صدقتكش وحياه ربنا. لا مش فاهمه انا بحب بوجي وطمطم قد ايه. انا من وانا عيل قد كده وانا بتفرج على بوجي وطمطم، وعلى طول بقى يعني وقت كانوا بيجوا تقريبا وقت الفطار. كنت مصدق ان هم اخوات؟ مش هنتكلم في الموضوع ده. كنت مصدق؟ ده حقيقي. وعرفت الحقيقه. جيل اتدمر اتدمر يا باسم. لا وكمان اتصورت مع الاستاذه طبعا الكبيره هلا فاخر. ويعني انا بجد انبسطت بحلقه اللي كانت بدايه مساء الخير، واحنا تكملت مساء الخير وفتره المسابقات. هنتكلم النهارده عن مسلسل السيده الاولى. عايزين نتكلم عن مسلسل السيدة الأولى. عايز أقول لكم إن هو من تأليف عمرو الشامي وياسر عبد المجيد وإخراج محمد بكير. مسلسل ده شفتوا أحداثه كلها غريبة، يعني هو بيبدأ بمريم اللي هتموت وتبقى السيدة الأولى بأي طريقة، دخلت بوظت العيلة. طبعا هاشم رئيس اللي هو الفنان الكبير ممدوح عبد العليم ومراته كانت أنوشكا، دخلت بوظت العيلة تماما، قعدت تقومهم على بعض وتعمل حاجات غريبة وحركات مش مفهومة، وفي الاخر هي عايزه تسيطر على الحكم، عايزه تبقى هي حكم مصر، او هي زي ما بيقولوا دايما الست تبقى هي اللي بتحكم بس من تحت لتحت. يعني قدام صحابك طبعا يا بيبي زعق واعمل انت، نرجع البيت تعالى عشان ازعلك، عادي دايما بتحصل. هي بتعمل كده بالظبط، وفي الاخر هتبقى هي فعلا السيده الاولى وهتبقى هي الحاكمه او اللي بتؤمر وتنهي في القصر كله. مش كده وبس، لكن هي مش بس قدرت اللي هي تبقى السيده الاولى، لكن قدرت اللي هي تتحكم في كل رجال الاعمال، وقدرت اللي هي تكون الايد الاولى والاخيره، حتى كمان اوقات كانت بتاخد قرارات مكان الرئيس. فبيبين لنا طبعا خلال الحلقات طموح مريم او طموح غادة عبد الرازق وشخصيتها في مسلسل السيدة الاولى. وبجد من اكتر المسلسلات اللي الناس بتتفرج عليه، ومن اكتر المسلسلات اللي الناس بتتكلم على شخصية غادة عبد الرازق فيه. هي غادة عبد الرازق دايما بتحب الشخصيات اللي بتعمل جدل. يعني بتدخل في 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 مسلسل تاني ناس كانت بتتكلم عن مسلسل زي زهرة وازواجها الخمسة، حكاية حياة، مع سبق الاصرار. لا بتفتري يا غادة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل رمضان اعتقد غادة بتفاجئنا بقنبلة بشخصية جديدة ما كنتش متوقعينها خالص. واعتقد انه اغلبية ستات مصر بيحبوا يتفرجوا على مسلسلات غادة عبد الرازق عشان بتديهم قوة. لا وهي دي الست المصرية الجدعة، يعني ما حدش عارف يزعلها من الاخر، ما حدش عارف يضايقها، بتعرف ترد، بتعرف تاخد حقها، بتعرف تجيب حقها حتى لو هتزعل ناس كتير. صح. يعني هي ممكن تجيب حقها بطرق تانية، ده طبيعي. بس حتى لو هتضايق ناس كتير هتعرف تجيب حقها. لا واكتر حاجة كمان باينة في شخصية غادة عبد الرازق في السنة دي في مسلسل السيدة الأولى، طموحها. ازاي ست يبقى عندها طموح وهتعمل اي حاجة عشان توصل للي هي عايزاه. صح. وسؤالنا برضو يعني حوالين الموضوع ده النهاردة شوية. قبل ما نقول السؤال انا عايز اقول ان في عندنا مشكلة تكنيكال او مشكلة تقنية، لسه ما عرفناش الفايز بتاع امبارح. اوكي. فاول ما هتحل المشكلة هنقول لكم على طول على الهواء مين الفايز، واحنا اسفين وبنعتذر عن العطل ده. واكيد كمان هنكلمه او هنكلمها وهيطلع معانا على الهواء ونبارك له على الايباد ميني. احنا بنفكركم بالجايزة علشان تتحمسوا وتكلمونا على ارقامنا بعد ما سالي تقول لكم السؤال. لا قول انت السؤال. اول انا السؤال. طيبه النهارده ليه؟ خايف انا من الطيبه دي النهارده. لا عارف لما تتهدي اتهديت بقى، بس عارف اللي هو كل يوم ميك اب، كل يوم شعر، كل يوم برنامج، ده
انا بحب الراديو وبحب التلفزيون. انا هقول لكم حاجه، لازم في اخر حلقه نجيب كلام سالي في اول الحلقات وكلام سالي دلوقتي. وبعدين بتخش ايه الانرجي، بتخش اكسايتد قوي وايه ده انا طالع في التلفزيون يا جماعه، مش مصدق نفسي. بعد كده فجاه تلاقي نفسك بتهبط شويه، بس بتعمل يعني بتعمل اللي عليك بس بتبتدي تهبط شويه، تبتدي تستوعب لا انا مش عارفني. بعد كده فجاه بترجع تاني بقى تندم انه البرنامج خلص يا خساره، وانا عارفه ان انا هعمل كده. فهو بحاول اعمل لا بس انا متاكد ان الطاقه بتاعتك هترجع تاني بكره او بعده بكتير. بقالي يومين مش متظبطه. هتهريني انا عارفك. لا اي بروميس. سؤال النهارده من مسلسل السيده الاولى، وبيقول تتوقعوا مريم هتعمل ايه بعد قرارها ان هي تبعد عن هاشم الرئيس؟ بعد ما هي قررت ان هي هتبعد عن هاشم الرئيس؟ والاجابات الاولى هتبعد وترجع بعد فوز هاشم بالرئاسه. الإجابة الثانية بتقول هترجع عن قرارها بعد ما هاشم يقع في مشاكل كتيرة جدا، أو هترجع عن قرارها بعد ما هاشم يقرر اللي هو هيتجوزها. لو عرفت الإجابة الصح بعتولنا على 2205، أو ممكن كمان تبعتولنا على أي موبايل من 2205 أو كون أرضي. إيه بقى؟ موبايل طلع من بقك بس بقى بتكسفنيش. لا بحبش الأكيوت. وعلى رقم الأرضي على 0999-55، ممكن كمان على رقم الأسماس 95-181. تعالوا نتفرج على كليب من حلقة النهاردة من السيدة الأولى، نفكركم بالأحداث اللي حصلت علشان تقدروا تتوقعوا إيه اللي هيحصل في حلقة بكرة. إيه مؤهلاته ده عشان تعملوا راسه وراسي؟ دي ناسية ده كان إيه وأنا إيه؟ أولاً تقعد مكانك، ثانياً لما تتكلم معايا يبقى خلي بالك وشوف أنت بتتكلم مع مين. اقعد. تكلميني كده ليه؟ انا عملت لك ايه؟ مفيش حاجه يا رامي، انا قلت لك اللي فيها، انا مش هتلمسني غير لما تكتب ورقه، انا ما بعملش حاجه حرام ولا غلط. طيب يا ست نعمل لك اللي انت عايزاه، بس نتكلم في الموضوع ده بعدين. انت هتغتصبني ولا ايه؟ اوعى. انا اسفه يا ريس، سيادتك لازم تجهز. ما انا جاهز. بهجت منتظرك، هو هيظبط الامور. الحمد لله على السلامه يا استاذه. الله يسلمك يا شيخ فؤاد. لا طلعت جديده ولا قبل قال ده اوصلش معاكي. صوتي لهاشم الرئيس. صوتي لهاشم الرئيس. صوتنا لهاشم الرئيس. صوتي لهاشم الرئيس. جاي تغتصبني المره دي؟ يمكن حظك يبقى احسن. في حد برضه بيغتصب مراته؟ أوعدك من هنا ورايح هشغل نفسي بحاجة واحدة بس. إيه؟ أنت؟ أنا النهاردة خدت قرار أبعد عن أي حاجة بتعصبني. هاشم الرئيس، سياسة، انتخابات. عايش قصة حب زي أي بنت. أحب وأتحب. مرة تانية عايزة أفكركم بسؤال حلقتنا، تتوقعوا مريم هتعمل إيه بعد قرارها بالبعد عن هاشم؟ هتبعد وترجع بعد فوز هاشم بالرئاسة، ده الإجابة رقم واحد. الإجابة رقم اتنين هترجع عن قرارها بعد وقوع هاشم في مشاكل. رقم تلاتة هترجع بعد قرار هاشم إنه يتجوزها. تليفوناتنا كمان مرة من أي موبايل على رأي سالي 2205، من أي رقم أرضي على 0999-55، أو ابعتولنا رقم الإجابة الصح على 95-181. هنتكلم في الإجابات ونحاول نسهلها على الناس عشان سؤال النهاردة صعب، بس بعد ما نسمع أحمد. مساء الفل عليك يا أحمد. إيه؟ ألو؟ 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 أحمد مساء الفل، إيه الأخبار؟ الحمد لله، عامل إيه؟ الحمد لله. قلت أحمد أنت اللي بتكلمنا كل يوم. إيه لا بقى لي يومين ما اتصلتش كده. ليه بقى؟ أحمد بقى؟ ليه بقى؟ ينفع كده؟ ليه بقى؟ ليه؟ ظروف بقى. ظروف ايه؟ ظروفك احكي لي. اخبارك ايه يا احمد؟ كله تمام؟ الحمد لله. طب عارف الاجابه النهارده صح ولا لا؟ على فكره تسريحتك النهارده احلى من اي يوم. انا ايه؟ تسريحتي النهارده احلى من اي يوم يا حبيبي. انت عندك كام سنه يا احمد؟ 13. طب حلو يا احمد، والله بعشق السن ده. احمد هو انت اللي قلت لسالي يا طنط؟ ايه؟ لا انت اللي قلت لسالي يا طنط؟ ايه؟ انت اللي قلت لسالي يا طنط؟ لا.
ايه مش هو. برافو يا حبيبي، اوعى تقول يا نهار. بس ميرسي يا حبيبي على الكومبلمنت الحلو ده، ميرسي. طب قول لي يا احمد، عارف اجابه النهارده ولا لا؟ انا اتوقع ان هي هتبقى واحد. واحد؟ اللي هي يعني هتختفي من هاشم شويه، او هتختفي من حياه هاشم شويه، بعد كده ترجع بعد ما يفوز بالرئاسه. اه ترجع بقى عشان هي اصلا بتحب السلطه والنفوذ، وترجع بقى تاخد حقها. ماشي 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 يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله، مع السلامه. معانا محمد. الو. الو مساء الخير. مساء النور، ازيك يا محمد؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. محمد كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. متابع مسلسل السيده الاولى؟ اه طبعا. طب واخبار الاجابه النهارده ايه؟ رقم 3. هترجع بعد فوز هاشم بالجواز منه. لا هترجع بعد فوز هاشم بالجواز منه، يعني هو هتفوز وتتجوز الاثنين. الاثنين. انت قلت كده اجابه 2 في 1. ها فيا اما يا اما هترجع بعد. نعم هي ثالث اجابه. ثالث اجابه يا محمد ان هي هترجع بعد ما هو يطلب يتجوزها، فده هيرد لها اعتبارها فترجع. تمام. متاكد من الكلام ده يا محمد؟ ان شاء الله. طيب ان شاء الله، بالتوفيق يا محمد. شكرا ليك يا محمد. باي باي، مع السلامه. طيب تعالى نتكلم شويه عن الاجابات بقى. اوكي. الاجابه رقم 1 ان هي هتختفي وترجع بعد فوز هاشم الرئيس بالرئاسه. آه. انا متخيل دي اجابه ممكن تنفع جدا لحل سؤالنا النهارده. ليه؟ بصي، مريم متلخبطه جدا في الايام دي، لانه في مشاكل حصلت ما بينها وما بين سميه، دي اول حاجه. تاني حاجه، سميه لما كانت في الانترفيو وقالت اللي هي مش هتسمح لاي حد ياخد مكانها، فهي تقريبا بتديها كلام كده اللي هو من تحت لتحت، اللي هو ما تحاوليش اصلا. فهي ممكن تكون بقى حست انه لا خلاص، انا يعني شغل الستات ده مش هخش فيه، ويعني ماليش فيه، وخلاص ممكن بجد يعني مش عايز اقرب من شخصيتها في المسلسل دي. تقول شغل الستات ده شغل الستات اتعمل عشانها يعني. بالمسلسل باين قوي ان هي مش انهزاميه، ما بيهمهاش حد، ملهاش كبير، عايز تبقى هي الكبير. لا مش هترجع بعد ما هو وبعدين هي هتسيبه كده يفوز برئاسه، لا هي لازم تظهر. وعماله تعمل له حركات، وعماله تعمل مش عارفه مين كان بيحاول يموته او يحاول يضربه بحاجه، فهي اللي خدت الضربه مكانه. وسلامتك يا روحي وجو الطبطبه ده، وفي الاخر هتاخد اللي عايزاه. بس انا عايزك وعايز المشاهدين ما ينسوش حاجه، انه شكلها كده بتحب عمر، والست لما بتحب ممكن بقى اللي هو خلاص بقى مش مشكله. لا. اي حاجه دي باين عليها ان هي ما بتحبش غير نفسها بس، مع ان طردها قبل كده. هي لازقه يعني، هو طردها قبل كده وبرده راحت جايه تاني. هي بتطرد عشان تيجي، هي في ايم كده هي عايز توصل له. انا في حاجه جوه حاطاه في دماغي انا عايز اجيبه. طيب خلاص. زي امتحانات العربي الثانويه العامه بيقول بماذا تفسر، ايه بقى اللي هي غارت جدا على عمر لما كان قاعد مع منة وشافتهم هما الاثنين مع بعض، غارت جدا من الموضوع ده. وبعد كده حاجه تاني، في الكليب اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي حالا في اخر حته خالص، قالت انا هبعد عن كل حاجه بتضايقني، عايز احب واتحب زي بقيه البنات. هي قالت كده اوكي، بس انا اقول لك على حاجه، في ستات كده يعني، في ستات تحب تلم حواليها، عارف الجو ده اللي هو انا مش انا فلان بيحبني وفلان معجب بيا وفلان بيكلمني في تليفون وفلان شايله ستبن عشان اخليه، ودول اللي هم بيحبوا يرطرطوا يعني، دول كتير قوي في مجتمعنا او في المجتمع العربي او في العالم عموما. مش بتكلم عن المجتمع بعينه. فهي باين عليها ان هي كده، قال لها كلمتين حلوين، فهي عايزه تبقى اعلى من بنت تانية. يعني كل ما زاد عدد معجبيني انا بقيت احسن، ده تفكير مرضي. وش أوكي. هي شكلها باين قوي ان هي كده عايزه تسيطر عليه، عايزه حب اكتر، بتقول اي كلام. يعني هي باين قوي ان هي كانت بتشرب يعني، فدماغها عاليه شويه فبتقول الكلام ده وخلاص. اكيد احنا بنحاول نساعدكم وبنحاول في نفس الوقت نلخبطكم، بس سؤال النهارده صعب فاحنا بنحاول نساعدكم بجد. معانا على التليفون دلوقتي جيهان. مساء الفل. يا جيهان اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. يا جيجي. هاي جيجي. تسمع هي دلوقتي. الو. الو. ايوه يا جيجي. ازيك يا سالي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ممكن تقفلي التلفزيون خالص وتسمعينا من التليفون حبيبتي؟ قفلته. وتقولي لي يا طنط. يا فكري بس، يا فكري بس، يا فكري هشيل اير بيس. جيهان متابعه مسلسل السيده الاولى؟ ايه؟ متابعه مسلسل السيده الاولى؟ متابعه. طب اجابتك ايه؟ 1 ولا 2 ولا 3 يا بيبي؟ رقم 1. التلفزيون. رقم 1 اللي هي هتعمل ايه؟ هترجع بعد فوزه؟ هترجع له بعد ما ياخد الرئاسه. طب وايه اللي مخليكي تشكي في الاجابه دي؟ علشان هي عايزه يعني تبقى تاخد الرئاسه منه، تبقى حد كبير في المجتمع. طب انت شايفه اللي هي خافت من كلام سميه، ولا دي واحده ما بيهمهاش الكلام ده خالص؟ يعني ممكن، يعني ممكن تكون لا عادي. طب سؤال تاني، هل انت حاسه اللي هي بتحب عمر ولا لا؟ ايه؟ هل انت حاسه ان هي بتحب عمر ولا هي بتمثل كده؟ لا
انا حاسه ان هي كانت بتحبه زمان بس ما بقتش تحبه. ما بقتش تحبه. طيب عامه بالتوفيق يا جيهان، وان شاء الله مين عارف اجابتك ممكن تطلع صح. ومعانا حماده من اسكندريه. الو. ايوه. ايوه ازيك يا حماده، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مساء الفل عليك يا حماده، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مالك هادي ليه يا حماده؟ ها؟ مالك هادي كده ليه؟ احنا قمناك من النوم؟ طبيعتي يا هادي. طب اهم حاجه ان انت تبقى على طبيعتك، دي اهم حاجه. انت اسمك الحقيقي ايه يا حماده؟ انا بصراحه يعني البرنامج بتاعكم انا بتفرج عليه كل يوم. من ذوق كرسي. ويعني برنامج على طبيعته. وبنشوفها برضه الساعه 3 او 3 ونص برضه. يا سلام. ايوه بقى. بصراحه يعني بس يا ريت اكملهم على طول حتى بعد رمضان، بس مش في رمضان. قول يا رب. انا عايزك تقول يا رب. انا عايزك تقول يا رب. لو في خير ان شاء الله. طب قول يا حماده ايه اجابتك الصح بقى اللي انت شايفها من وجهه نظرك صح؟ نعم. الاجابه ايه الصح اللي انت شايفها من وجهه نظرك انت صح؟ الاجابه رقم 3 اللي هي هترجع له بعد ما هاشم يتقدم لها الجواز. بالظبط. طب هو ازاي هيتقدم لها الجواز وهو دلوقتي جوز سمية وانوشكا مش هتسيبه كده؟ ايوه. وما ينفعش يبقى الرئيس متجوز اتنين في نفس الوقت. لا هي اصل هي بتحب السلطه. عشان هي كده هتجوزه بعد ما يبقى رئيس. ماشي، بس هو هيتجوزها ازاي؟ ما هي تقول ليه عايزاه وتحب ليه عايزاه، بس هو ازاي هيعمل لها ده؟ يعني اساعدك شويه. طب يا حماده اساعدك ساعدني. طيب باين من الحلقات الاول الاولى انه هيطلق سمية. بس ده من التتر بقى والحاجات دي، لكن مش اوكي. ممكن حماده. حماده لو انت متاكد من الاجابه الثالثه خليك واثق في نفسك، دي اهم حاجه. حماده انت عندك كام سنه؟ انا طب قول لي الاحراج ده بقى. لا انا اعرف الرجاله بيقولوا عادي، الستات بتحب تقول كده. مش احراج. لو كسبت هقول لك عندي كام. خلاص اتفقي، منورني. ميرسي يا حماده، باي باي. معانا كمان دلوقتي على التليفون محمود. محمود مساء الفل. الو. محمد انا اسف، ايه الاخبار محمد؟ كويس الحمد لله. كله تمام الحمد لله. شفت حلقه النهارده من السيده الاولى ولا لا؟ شفت الحلقة النهاردة من السيدة الأولى ولا لأ؟ طب سلم على طنسيلي الأول. بس بقى ازيك يا محمد، أخبارك إيه؟ الله يسلمك، كويس الحمد لله، كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب يا محمد والله العظيم، تسلم. قول بقى الإجابة إيه؟ الإجابة التالتة. التالتة اللي هي هترجع له بعد ما يطلب يتجوزها. طب ليه؟ ليه بقى؟ مش عارف بقى ليه اخترت الإجابة رقم 3؟ كنت بيسألوا على فكرة إيه الإجابة، عايزين يعرفوا إيه الإجابة الصح. يا محمد؟ اعتقد الخط قطع مع محمد. محمد خط قطع. خط قطع. اوكي طيب عايزين نفكر مشاهدينا كمان مره بسؤال النهارده. مريم هتعمل ايه بعد ما قررت اللي هي تبعد عن هاشم الرئيس؟ هل هتبعد وبعد كده ترجع بعد ما هاشم يبقى رئيس، او هل هتبعد وترجع لما تكتشف انه هاشم بيخش في مشاكل، او هترجع لما هاشم يقرر اللي هو هيتجوزها؟ ابعتوا لنا الاجابه اللي انتوا شاكين اللي هي صح على ارقامنا. عايز افكركم مره تانية ان ممكن تكلمونا من اي موبايل على 2205 او من اي تليفون ارضي على 0999955، او ممكن كمان تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 95181. معانا نور من 6 اكتوبر. نور الو. الو ازيك يا جاني، عامله ايه؟ عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، بحبك قوي يا جاني. انا كمان بحبك قوي يا نور. عامله ايه؟ انت عندك كام سنه؟ انا عندي 16 سنه. 16. حلوين، قربت على ثانويه عامه. ايه ان شاء الله. يلا بقى شد حيلك، عايزين مجاميع حلوه، مجموع كبير قد كده. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، احنا بنحبك هنا قوي حبيبي. ميرسي. طب اساليها الاجابه. هي هتبقى الاجابه الاولى. الاجابه الاولى. طب ليه يا نور؟ هو ممكن عشان هي يعني هي محتاجه ان هي ترجع له ثاني بعد ما ياخد يعني الرئاسه. بعد انتخابات الرئاسه هي ممكن ترجع له تاني، عشان هي كانت في الاول محتاجه السلطه. طب انت ليه ما فكرتش في الاجابه الثانيه ان هي ممكن تقف جنبه في شويه مشاكل فيبتدي ان هو يفكر فيها عشان يتجوزها؟ لا ما اعتقدش، لان هي من ضمن الاعلانات بتاعت المسلسل ان هي بتتكلم على ان هي يبقى ان هي مش باقي عليه قوي، هي بتحل، هي عايزه يعني هي محتاجه ان هي تكون عايزه الرئاسه، او هي مهتمه اكتر بالرئاسه. يعني هي مش همامها هي بتحبه ولا لا، هي مفكره وعايزه الرئاسه يعني بس. لحد ما
خلاص اوكي انت ما تكلمش معنا خلاص ليه يا باسم؟ عشان نور بيحبك فعايز يتكلم. طب يا نور انت ما بتحبش باسم؟ خطأ. معانا ساره من القاهره والخط قطع. نور احنا اسفين. ساره مساء الفل. الو ازيك يا ساره؟ الحمد لله. ايه الاخبار عامله ايه؟ الحمد لله. ساره انت عندك كام سنه يا ساره؟ انا هتم 12 الشهر الجاي. يعني تقدري تقولي كل سنه وانت طيبه مقدما. بنحتفل بيكي اهو على الهواء. كل سنه وانت طيبه مقدما يا ساره. مش سلمي على انكل باسم يا حبيبتي تاني. انا ما عنديش اي مشاكل. قولي لي انكل قولي لي ابي اللي انت عايزاه يا ساره. ما بتزعلش بجد؟ خالص ما بزعلش. طب انا ليه بزعل من طنط؟ ما اعرفش بقى اسالي نفسك. كلنا بنزعل. منى بتقول لي كلنا بنزعل. راجع نفسك واسالي. والله بتيجي على نفسيتي انا. طب ساره اتفرجتي على حلقه النهارده ولا لا؟ سرسور؟ مش كلها لان انا راجع البيت متاخر. طيب متوقعه ايه طيب؟ طب سرسوره يا فكري ممكن اقول لها سرسوره؟ يا ساره متوقعه ايه الاجابه الصح؟ متوقع رقم 2. رقم 2 اللي هي هترجع له بعد ما هو يقع في مشاكل كتير. اه طب ايه اللي حاسسك اللي هو ده او هي دي الاجابه الصح؟ ايه حس البنت بقى وخلاص. حس البنت. هيحسها يعني ويحبها. هيحب في قصه حب. ماشي يا سار. ميرسي يا سرسوره وكلمينا دايما. بالتوفيق يا سار. باي باي حبيبتي. معانا مين يا منى؟ محمود من هنا وبعدها ما تكلمنيش في اير بيس. محمود من القاهره. ازيك يا محمود؟ الو ازيك ازيك يا اسم ازيك يا سيد عاملين ايه؟ ازيك يا محمود اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله عاملين ايه؟ الحمد لله. الاجابه ايه بقى؟ متهيألي اللي هي رقم 3. رقم 3 ان هي هترجع له بعد قراره من الجواز منها ان هو يتجوزها. طب ما هو انت ليه ما فكرتش في الاجابتين اللي قبلها؟ هو هيتجوزها زي ما احنا شفنا في التيتر وشفنا في كله. بس انا عامه اصلا ما بتفرجش على المسلسل. بس اي مثلا اي مشكله بتبقى مثلا بين ولد وبنت واول لما اول لما يعرض عليها الجواز بتنسى كل حاجه. انت فكرك يعني هي دي بجد البنت اول ما بتقع في الحب بقى والغرام والكلام ده على طول بتنسى كل حاجه وممكن توافق على اي حاجه حتى لو اخذ قرار اللي هي هتبعد اصلا عن الشخص ده. ده ايه ده يعني انتوا بتسالوا مين يعني انت بتسالوا؟ احنا الولاد على فكره عارفين الحاجات دي كويس جدا. احنا الولاد عارفين الحاجات دي. انا معاك يا محمود. لا عمالي كبير ودكتور على هوا. طب انا بنت اسالوني انا كبنت ممكن ارد. لا طبعا مش عايز مكان. انت كنت بتتخانقي مع الناس على الراديو. انت حاضر جمعيه المراه متوحشه. ايوه انا بتخانق عشان اجيب حقوق المراه. حقي وحق اخواتي. اعتقد انه محمود الخط قطع. قطع. بس محمود اجابته كانت رقم 3. بس لي اعترفي ايه؟ انه اغلبيه الستات اول ما بيحبوا ممكن ينسوا اي حاجه حصلت من الشخص ده. ما هو انا بكره برضو نوعيه الست المكلفته يعني اللي هو ايه يعني يبقى هو ابن لذينه وبيعرف بنات وبيعمل اللي هو عايزه ويجي بكلمتين بالليل. ده انت ام العيال يا شيخه ما تقوليش كده. طب انت عارفه انا بحبك قد ايه ولا لا؟ عارفه انا اتجوزتك؟ يا نهار ابيض. وانا اروح اقول لها مثلا حصل 1 2 3 4 وانا شفت حصل كذا. انت عايزه تخربي البيت وعايزاني ابقى زيك. ليه انا مالي؟ انا مالي؟ في ستات متكلفته، في ستات كتير متكلفته. بس الاغلبيه اغلبيه الستات المصريين بيعملوا كده، اول ما بيحبوا بينسوا كل حاجه. لا الست المصريه الجدعه والصح وده اللي انا اتعلمته وشفته في بيوت كتير. اعملي نفسك مش من هنا. يعني انا عارفه وسايباك بمزاجي واعمل اللي انت عايزه بس اقسم بالله العظيم يوم ما هقفشك او اشوفك بعيني هتزعل. عامه هنتكلم في الحته دي. بس تعالي انا عايزه اعمل برنامج على الستات. ناخد المكالمه دي من خالد من القاهره. مساء الفل عليك يا خالد. مبسوطين انتوا قوي طبعا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا باسم؟ هاي يا شيري اخبارك ايه؟ صراحه انتوا منورين الشاشه بصراحه. ميرسي من ذوقك والله العظيم. كل يوم بتعملوا حاجه احلى من امبارح واول امبارح. ثانك يو بصراحه. ميرسي الله يكرمك. الكلام ده صراحه بيدينا يعني دفعه تشجيعيه زي ما بيقولوا. وانا بشكرك بجد يا خالد. على فكره يا باسم انا عايز اقول لك حاجه. انا من احلى البرامج فعلا ان انا مبسوط بيها جدا ويعني دايما بقعد بستنى البرنامج ده لان بصراحه الزحمه احلى. برنامج طبعا يعني والله انا بسمعه وانا رايحه برنامجي وحياه ربنا ما بسمعش الا باسم وانا رايحه برنامجي. والله العظيم مش عارف اتكلم. انتوا يعني اعجز عن الكلام. يعني بصراحه انتوا عاملين بهجه وفرحه جوه البرنامج. من ذوقك دي مصداقيه عن بقيه البرامج الثانيه بصراحه. طب خالد عرفت الاجابه ولا لا؟ والله يعني هو الاجابه انا كنت امبارح لما كنت بقول لكم الشيخ جاسم ما اعرفش بقى هل الاجابه صح ولا غلط. خالد انت اللي بعتني على الفيسبوك النهارده. ايوه منورني والله العظيم. كلمنا دايما وكلمنا كل يوم. ربنا يخليك يا رب. ميرسي يا خالد من ذوقك. بس انت برضو لحد دلوقتي ما قلتلناش الاجابه اللي انت اخترتها ايه. والله يعني انا كنت قايل امبارح رقم 2 هقول النهارده رقم 3 انا وحظي بقى.
ما تقول النهاردة رقم اتنين وتخليك في أقول رقم واحد. لبيا كنت متفائل مش عارف النهارده متفائل بالرقم 3. خلاص خلينا في 3 3 3 ماشي. ميرسي يا غالي. انا يعني ليا طلب عندكم يعني أكيد. ان انا طبعا شايف ان البرنامج ناجح جدا جدا. ربنا يخليك. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكملوا كمان بعد ليا يعني ان شاء الله يا رب. قول يعني يا رب صدقني والله يعني لو فيها خير ان شاء الله يا رب. قوي 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 وبصراحه بتدخلوا الفرحه والضحكه. ربنا يخليك. ميرسي يا غالي. بص يا خالد هي هتبقى حاجه بتفرحنا احنا في الاول اللي احنا هنكون معاكم انتوا كل يوم لو حصل بعد رمضان ان شاء الله. بس حاجه لو محتاجه تفكير عميق. عايز اقول لكم على حاجه ان انا مثلا رحت مول اوف اريبيا عادي جدا داخله الناس بتبص عليا وبتشاور وكده وانا مستغربه جدا ما انا عارف اللي هو تبقى ماشي انا لازم امشي فارده ظهري انا لازم امشي ريبريزنتبل انا لازم ما اعملش كذا وانا خارجه بس بص احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده ما دام احنا هنطلع على التلفزيون. ولسه ما بقتش مايكل جاكسون يعني احنا حطينا يعني الحمد لله ربنا ادانا الفرصه ان احنا دلوقتي نبقى على التلفزيون ونتكلم مع احلى ناس في الدنيا كلها اللي دايما بيتفرجوا على شاشه السي بي سي 2 فاحنا لازم ناخد بالنا بقى من نفسنا ولما نروح فاهمه. بس نفسي مسؤوليه هي مسؤوليه انا نفسي في حاجه انه الشخصيات حتى بتكلم على الشخصيات العامه احنا لسه يعني ده ولا 15 يوم ولا حاجه فعلا ولا حاجه والناس وعايز اقول لكم على حاجه وحياه ربنا ما كلامه خلاص انتوا اللي بتعملوا الناس اللي بتطلع في التلفزيون وانتوا اللي بتعملوا النجوم وانتوا اللي بتخليهم حاجه فلما يجي حد في يوم من الايام تيجي تطلب منه طلب ويتنطط عليك زعله. فكر يقول يعني ايه ده معاك ويا رب ما بقاش والله العظيم يا رب ما بقاش انا من الناس اللي بنعمل لهم قيمه ويطلعوا بلا قيمه. بس في حاجه نحترم خصوصيه الناس دي بمعنى انت شكلك متضايقه من حاجه يعني في اخبار بتطلع واشاعات وانا انا ما بقاليش اسبوعين ايه لسه ما عملناش حاجه انا لسه بقول يا هادي وانا ماده دسمه وماده خصبه جدا للصحافه وهيبسطوا مني جدا انا اصلا ما اخدش بالي من كلامي بقول اللي انا عايزاه بس مش كده. دي حاجه. تاني حاجه نفسي يبقى لينا حياه برايفت يعني كل واحد ليه حياه برايفت انت قاعد مع حد يحترموا قعدتك. عامه احنا جميل. بعد الكلام ده لازم ناخد بريك بس في الاول عايز اشكر خالد اللي كان معانا على التليفون دلوقتي جدا لاحلى كلام انت قلته لنا. سؤالنا النهارده من السيده الاولى والسؤال بيقول مريم هتعمل ايه بعد ما قررت اللي هي تبعد عن هاشم الرئيس والاختيارات الاختيار الاول بيقول هي هتبعد وترجع بعد ما هاشم يفوز بالرئاسه الاختيار الثاني بيقول هترجع عن قرارها بعد ما هاشم يقع في مشاكل او القرار الثالث بيقول هترجع بعد قرار هاشم انه يتجوزها. ابعتوا لنا على الارقام اللي بتظهر قدامكم. ممكن كمان اقول على طول فاصل ولا اقول لكم الارقام؟ كلمونا من اي موبايل على 2205 وابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 95181. ممكن كمان تبعتوا لنا من اي تليفون ارضي على 0999 55. فاصل سريع جدا وراجعين لكم تاني خليكم معانا. وحوي وحوي وكذا وحوي اهو فتش عبالي